اللي تحبيني شهر ثم تجافيني شهر ثم تحنيني شهر وتفكري كيف الرجوع كذا شهر وترجعيني في شهر ما قد خطر في خاطرك ان السنة 12 شهر اللي تحبيني شهر ثم تجافيني شهر يلي تحبيني شهر ثم انت جافيني شهر ثم انت حنيلي شهر وتفكري كيف الرجوع كيف الرجوع كيف الرجوع كذا شهر وترجعي في شهر ما قد خطر في خاطرك ما قد خطر في خاطرك إن السنة عشر شهر وقتي معك نصفه ونصفه الباقي نسى ولو طبعك القاسي نسى وبالصدفة جاء مرة صباح كل ما منك فرحتني لابد ما همس الجراح تسمعيني في المساء ولو تعتب جروحي عليك وتشتكي منك إليك وترجعي تحبي شهر ثم تجافيني شهر ثم تحنيني شهر وبتفكري كيف الرجوع كذا شهر وبترجعيني في شهر ولا يجي في خاطرك إن السنة 12 شهر وقتي معك نصف هموم ونصف الباقي أسى وقتي معك نصف هموم ونصف الباقي أسى ولو طبعك القاسي نسى وبالصدفة جاء مرة صباح كلمة مني فرحك لا بد ما أمس الجراح تسمعيني في المساء وقتي معك نصف هموم ونصف الباقي أسى وقتي معك نصف هموم ونصف الباقي أسى ولو طبعك القاسي نساك بالصدفة جاء مرة صباح وكلمة منك فرحك لا بد ما أمس الجراح تسمعيني صوت الخليج الصوت صوتك لو تعتب جروحي عليك وتشتكي منك إليك لو تعتب جروحي عليك تشتكي منك ليك بترجع تحبي شهر بترجعي تحبي شهر ثم انت جافيني شهر بترجعي تحبي شهر ثم انت جافيني شهر ثم انت حنيلي شهر وتفكري كيف الرجوع كيف الرجوع كيف الرجوع كذا شهر وترجعيني في شهر ما قد خطر في خاطرك ما قد خطر في خاطرك إن السنة اعذريني لو أقول حبك نسى معنى الفرح اعذريني لو أقول وشلون يذكرنا الفرح مدام إذا كنتي قريبة كل تفكيري يكون بعدك متى وإذا بعدتي بلا سبب الأكيد بترجعي بس الأكيد هذا متى ولو تعب من الصبر ومل من صبري العذور قلت يا ناس اسألوها الحب هو كله هجر ردك يجيني في شهر قالوا تقول ما ينتظر بس يشتكي يصبر علي ترى سنة 12 شهر أعذريني لو أقول أعذريني لو أقول
حبك نساء معنى الفراح. أعذريني لو أقول أعذريني لو أقول وشلون يذكرنا الفراح. أعذريني لو أقول أعذريني لو أقول حبك نساء معنى الفراح. أعذريني لو أقول أعذريني لو أقول وشلون يذكرنا الفراح. ما دام ذاك انت قريبة اللي تفكيري يكون بعدك متى بعدك متى وإذا بعدت بلا سبب الأكيد بترجعي بس الأكيد هذا متى هذا متى. أعذريني لو أقول أعذريني لو أقول حبك نساء معنى الفراق. أعذريني لو أقول أعذريني لو أقول وشلون يذكرنا الفراق. مدام ذاك انت قريبة اللي تفكيري يكون بعدك متى بعدك متى وإذا بعدت بلا سبب الأكيد بترجعي بس الأكيد هذا متى لو تعبت من الصبر ومل من صبر العدول. لو تعبت من الصبر ومل من صبر العدول قلت يا ناس اسألوها 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 ردك يجيني ردك يجيني ردك يجيني في شهر. قالوا تقول ما ينتظر قالوا تقول ما ينتظر بس اشتكي بس اشتكي يصبر علي يصبر علي